من جهته قال وزير الخارجية القطري خالد العطية إن من ثوابت الموقف القطري لحل الأزمة السورية ضرورة تشكيل هيئة حكم انتقالي بصلاحيات كاملة، وأضاف أن ما تختلف عليه بلاده مع روسيا هو شرعية الرئيس السوري بشار الأسد ودوره في المرحلة الانتقالية. وأبدى العطية معارضة بلاده على وضع بعض الجماعات المسلحة في سوريا على قائمة الإرهاب قبل بدء محادثات جنيف. لا نستطيع الاختفاء خلف أصبعنا، هناك نقطة اختلاف جوهرية مع الأصدقاء في روسيا، وهي مسألة شرعية بشار الأسد. ولكن روسيا وعدت بأن تكافح الإرهاب، وفي تقديرنا أن بشار الأسد ونظامه الوحشي يعد أكبر داعم للإرهاب، وما يرتكبه في حق شعبه هو الإرهاب بعينه، قتل 300 ألف من شعبه حتى الآن. أما فيما يتعلق بالنقطة الأخرى من تصنيفات أو لائحة التصنيفات، نحن ضد التصنيف المطلق للجماعات. الأهم هو فهم المنطق الذي من ورائه حملت